السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله الشيخ. نعم تفضل. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. الشيخ أبغى أسألك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لزوا زيد بن خالد الجهني اللي يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب. إذا نظرنا الحديث ونظرنا الأفلاك المطر، هذا سبب من أسباب المنخفضات اللي تأتي من مناطق معينة، يعني نقع في الحديث هذا ولا؟ أولا لابد أن تعتقد أن الذي ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام هو الله. صحيح. لابد من هذا الاعتقاد، ولا بد أن تعتقد أيضا بقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكذلك يجب أن تعلم قول الله تعالى: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: مفاتح الغيب خمس ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله. ويا لا يخفى عليك أن الله قال: نصيب برحمتنا من نشاء، وقال في كتابه الكريم: يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يعني الغيث. فهذا مسلمات لا بد أن تعتقد بها. فالذي قال لفظا: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، وقع في المحظور كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا إذا رأيت سحابة فوق رأسي أقول: السماء تمطر إن شاء الله الآن. وجود السحابة على رأسي وفي بلدي، فهذا ليس علم غيب، هذه السحابة أمامك، سواء رأيتها بميكروسكوب أو رأيتها بعين المجردة. فلي أنا أقول: إن شاء الله أظن السحابة ستمطر الآن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أشياء في السماء دخل وخرج وتغير وجهه. قالت عائشة: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الناشئ في السماء استبشروا وأنت تدخل وتخرج ويتغير وجهك. قال: يا عائشة، هم يؤمنني؟ فقد رأوا قوم فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فلم يكن كذلك، بل كما قال الله تعالى: بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إذا نزل المطر سري عن رسول الله، لكن الأبراج التي يعملونها في الجرائد، في بعض الجرائد مثلا برج، مثلا ما أعرفش برج الفهد. لا أفهم شيخ، هذا مو سؤالي ولا قاطعك، لكن أنا يعني تعرف الطقس يعطونك تنبؤات الخمس أيام قدام. لا ده هم فقط يروا محركات عن بعد، وفي رياح، في أجهزة تتأثر بالريح القادمة، بس مش علم غيب، ليس علم غيب. هذا كما مثلته لك
أنت ترى سحابة قادمة من السماء ثقيلة كما قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، تقول بجوشك أن تصب ماء هنا، بس ليس علم غيب هذا. سمعت الله. بارك الله فيك يا أحمد بن ياسر، فقاك الله يا سهام بنت السيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يعزك. أنا ليا بس كام سؤال كده سريع بعد إذنك. اتفضل. اتفضل سؤالك. سؤالك يا حبيبنا. طيب. ولك بمثل يا شيخ مصطفى الجهري. وأنت يا شيخ هادي إن شاء الله وفقكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياك الله شيخ. وحياك وبارك فيك. الله يحفظك يا رب. شيخ في شخص يعني لا يصلي لكن ليس جاحدا بالصلاة ولكنه يعني سيطرت عليه ذنوبه يعني. فلكن هو محترم بين الناس وخدوم لكنه قد توفى الله ولا يصلي، فما حكم ذلك الشخص؟ مرتكب كبيرة وأمره موكول إلى الله. لكن لا يشفع له ما فعله من بين الناس أنه والله يعني أنا لست ربا، ربي أعلم به، ولا تشغل نفسك بمثله. نعم شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام مصطفى. الحمد لله أنا بخير. الله يبارك فيك. شيخ بسألك عن حلق اللحية، هل يأثم من حلقها ولا إيه؟ نعم يأثم من حلقها لغير ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أم فهمي، جزاك الله خير يا أمة الله أم. السلام عليكم. أنت يا رمضان نفع الله. السلام ورحمة الله. شو مصطفى؟ اتفضل. أخذ الأول. نعم. أسألك الدعاء أولا. الله يوفقنا وإياك والسامعين والسماعات. آمين آمين. يا شيخ لو سمحت عندي سؤالين. سأل. الأول عندي أنا مسؤول على مسجد، ففي أحد الناس اتبرع بالبطانية من حوالي 3 سنين أو 4 سنين للناس اللي بتخرج أو الوفيات، بنحط تحت المصحف في البطانية دي، بس حاليا ما بنستخدمهاش، فقعد لها فترة كبيرة والبطانية غالية، يعني البطانية بحوالي 1000 جنيه، فكنت حابب إن أنا أتبرع بيها لحد فقير، فهل يجوز ولا لا؟ بيعها لصالح المسجد. أبيعها لصالح المسجد. أيوه شكرا. طيب السؤال الثاني يا شيخ؟ معاك اتفضل. طيب بالنسبة للالتفات في حي على الصلاة حي على الفلاح للمؤذن. الالتفات في حي على الصلاة حي على الفلاح لا بأس به. يعني هي سنة ولا؟ ورد بها حديث منازع في تصحيح وتضعيف بعض الشيء. طيب السؤال الأخير وجزاك الله خيرا. لو أنا هبيع بيتي ب100,000 جنيه لجاري، بس أنا محتاج فيه 150، بس هبيعه لحد هو فظ وغليظ وبتاع مشاكل وكده، في اسم عليا انا؟ ب150 يعني؟ اه لا ما فيش مشكلة، وجارك عايز ياخده ب100؟ هو البيت يعني الناس كلها قالت ان هو ب100، بس انا هتفق مع حد تاني بتاع مشاكل واقول له تعالى اعتبر انك انت هتيجي تشتريه، وتقول للناس انك انت هتشتريه وكده، هو مش هيشتري، بس هتفق معاه ان هو هيجي يشتري البيت، وعلى اساس الناس تعرف ان هو هيجي، فالناس تيجي تعلي السعر بعد كده. هذا حرام، اسمه نكش في البيوع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لا يجوز يعني. لا يجوز طبعا، حرام، غش وتدليس مرحبا يا شيخ ايمن دياب، وفقنا الله اياك، وانت يا انا الاستاذ. مرحبا بك، احبك الله محمد المزين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك حضرتك يا مولانا اطلب من حضرتك تدعي لي بالهدايه وان يرزقني الله بزوجه طيبه. الله يهدينا واياك ويسر لنا واياك كل خير يا رب. يا رب شكرا. لك الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بعد اذنك يا مولانا كنت محتاج حضرتك تقول لي ايه افضل طريقه لتثبيت حفظ القران الكريم.
بعد سؤال الله أن يثبته لك وتحفظه، تصلي صلاة الليل بالقرآن. صلاة الليل بالقرآن. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. جزاك الله خيرا. حياك حبيبي. حبك الله يا أبي أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، لو واحد شتمني بأمي. ايوه. جاب في عرضها يعني، وبعديها تأسف لي، أسامحه ولا لا؟ والله يعني إذا فتحت له باب التوبة أحسن من أن تقنطها من رحمة الله. الحمد لله إنه جاي يتأسف، في هناك فجرة لا يتأسفون. أو أنا خايف تعود عليا ويقعد مرة ثانية ويشتمني تاني. يعني هتعمل إيه مثلا؟ هتعمل إيه؟ فهمني. فا أنشف عليه يعني ولا أسامحه؟ ما أنا جاوبتك، أنت رافض الإجابة. يعني أسامحه يعني؟ سامحه. تمام. شكرا. بارك الله فيك يا صلاح ابن حلمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى؟ نعم مصطفى، تفضلي. لو سمحت، أنا الحمد لله بعوض الصلوات الفائتة كل يوم يوم كامل، تمام؟ طيب، الحمد لله. باجي بالليل بعد العشاء بيبقى الحمد لله عندي المقدرة يعني إن أنا أصلي تاني، بس برضو ببقى نفسي أصلي قيام الليل. تمام؟ صلي ما عليك أولاً. أصلي ما عليه أولا، يعني مثلا أصلي يومين بدل قيام الليل، يوم بالنهار ويوم بالليل. يعني بقول لك يعني إذا كنت تسألين هل أقضي ما فاتني أو أصلي صلاة الليل، صلي صلاة الليل. صلي صلاة الفوائد؟ صلي صلاة الفوائد أولى. ما أنا بصلي حضرتك يوم كامل الصبح. طيب ما فيش مشكلة، خلاص تريد تصلي في الليل صلي في الليل، ما في مشكلة أبدا. الأمر بس مش بنية التعويض، بنية القيام الصبح. بنية القيام؟ لا، الصبح بصلي صلوات الفائتة، تمام؟ طيب. بالليل ببقى نفسي أصلي قيام، بس بنية القيام مش بنية التعويض. خلاص ما في مشكلة، ما في مشكلة. طب معلش سؤال تاني. اللي هو إطعام 10 مساكين يعني، اللي هو كفارة اليمين، البيت مثلا بيبقى فيه 5 مساكين، ده بيتعد 5 ولا كل بيت؟ يعني ممكن توضح لي المسألة دي؟ 5 أسرتين، كل أسرة 5 أفراد. تمام، يعني مثلا لو بيت 5 أفراد يبقى أسرتين مثلا، يبقى كده 10 مساكين. ماشي شكرا جزاك الله خير. نعم يا شيخ أيمن. الأخ أيمن دياب يقول نصيحة في الظروف الراهنة، أولى نصيحة وأفضل نصيحة ننصح الناس في هذه الشدائد التي يمرون بها بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رجعنا إلى الله مع الأخذ بالأسباب، الأمور إن شاء الله حلت كلها بإذن الله. لكن نحن للأسف في غلاء للأسعار، ولم نرى كبيرة قوم أو كثير قوم يقولون يا رب تبنى إليك، ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى كي يكشف ما بهم من ضر، إنما صراخ وصياح دون الرجوع إلى الله. فلا وجدنا حكومة ولا شعبا ترجع إلى الله وتقول يا ربي ابتعدنا عنك، فنحن رجعنا إليك، رجعنا إلى كتابك، رجعنا إلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، فاكشف عنا الكرب يا رب، خفف علينا الأسعار. قل من يقول ذلك. على أي حال، أنت تملك أمر نفسك، أعلن توبتك ورجوعك إلى الله وأمورك ستحل بإذن الله. وكل من يرجع إلى الله بإذن الله ربنا سيتولاه، وإن حتى طمأن قلبه وهدأ باله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فنرجو من الجميع أن يذكروا أن الله قال وارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فقل يا رب تضرع. وربنا أيضا يقول في كتابه الكريم
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فعلى الكل أن يرفع يده إلى الله، تبنى إليك يا رب. لكن الناس يمضون قدما فيما هم فيه، المتبرجة متبرجة، والذي يأكل الربا يأكل الربا، والتارك الصلاة تارك للصلاة. يعني يا إخوة ارجعوا إلى الله والأمور تحل. ضياع أوقات في الفارغ وفي الباطل وفي المباريات، ترك العمل والتفرغ للمباريات، ترك الصلوات، أكل الربا، عدم العمل الجاد المنتج. فنسأل الله الهداية. خير علاج في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، التوبة والإنابة والاستغفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كنت عايز أسأل على صحة حديث في سنن أبي داود، لما الرسول عليه الصلاة والسلام طلع من المسجد، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحفات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. بهذا اللفظ ضعيف. طب في حديث في نفس المعنى أنه هو نهى عن الاختلاط في الطريق؟ لا، في حديث آخر ليس للنساء وسط الطريق، لكن به علة. هذا لفظ الباب ده كله ما فيش حديث صحيح، يعني ده ممكن قريب شوية للتحسين، يعني منازع فيه شوية، ليس للنساء وسط الطريق. أما الذي ذكرت أنت كله ضعيف. طب شيخ إيه الدليل أنا ما ينفعش أتكلم غير مع النساء غير لحاجة؟ أنا قلت لك لا تتكلم مع النساء إلا لحاجة. أنا ما قلتش لك، أنت تجيب كلام وأنا تريد مني أن أدلل لك. أنت تريد مني أن أدلل لك. أنا ما قلت ذلك. إذا قلت أنا ذلك طالبني بالدليل، لكن أنا الآن أقول لك إن النبي قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإذا كانت هناك فتنة ستحدث لك فالله لا يحب الفساد. هذا الدليل. يعني أنا أكتنب الكلام قدر المستطاع. يعني أنت مثلا تسمح لرجل يكلم أختك لغير فائدة؟ لا. خلاص، ليه؟ لماذا لا تسمح؟ هيجيب رجلها بالمعنى البلد، يعني كلام يجيب مشاكل. نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، يؤدي إلى الفساد. يعني دلوقتي إيه؟ بقول سيؤدي إلى الفساد، الكلام سيؤدي إلى الفساد لغير فائدة. أنا مجرد معنى الدجاع بس معلوش دليل. مش معلوش دليل، في أدلة عامة. أدلة عامة. في أدلة عامة، الله لا يحب الفساد مش دليل؟ لا طبعا دليل. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ليس بدليل؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء أليس بدليل؟ الكلام الذي لا فائدة فيه ابتعد عنه. لك حاجة في كلام النساء تكلم بالمعروف. صح، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا مجدي. السلام عليكم. السلام. تفضل. كلمت حضرتك من يومين بخصوص العقد، حكم العقد الزواج من البنت اللي والدها رافض المتدينين، رافض المتدينين، وسألت شيخ وقال انت البورسعيدي. انت البورسعيدي. قل نعم. مش علامة توجع. يا رجلي. يا بطني. لا، قل نعم أنا. أنت يا أخي تقدمت للبنت وأهلها وافقوا، وبعد ذلك ظهرت منك شدة فرفضوك قبل العقد. خلاص، أولياؤها رفضوك ابتعد عنها، لكن للأسف أمك أو أختك تكلمت وقالت إنك ذهبت وعقدت دون إذن أوليائها. نعم. وده غلط. غلط، لأن النكاح إلا بولي، فانفض النكاح. والبنت التي أنت زعمت وأشعرت فيها أنها متدينة ووافقتك على هذا البلاء، ولو كانت طيبة وأمينة على نفسها ما خالفت أهلها بهذه الطريقة المزرية، لا
لو كانت أمينة على نفسها ما تزوجت بغير إذن أوليائها، أولياؤها رفضوك وهي طبيبة، وأنت تقول إنها صالحة، لو كانت صالحة سيرغب فيها الجميع، سيرغب فيها الجميع. فاللي أنت عملته غلط، وعقدك عليها بدون إذن ولي، لا نكاح إلا بولي، هكذا قال الرسول لا نكاح إلا بولي، فينبغي أن تتركها. وده لا يعد عطل من والدها، لان في شيوخ قالوا اصل انت صاحب مصلحه، انت صاحب مصلحه يا حبيبي في الموضوع، فخلي غيرك اللي يتكلم، انت صاحب مصلحه، وبتعرض القصه على الشيخ باسلوب ان البنت ستضيع، والبنت طبيبه وزاد دين كما انت تزعم، كانت طبيبه وزاد دين تدينه وبتحفظ القران وفي اكاديميه وما اكاديميه، لماذا تزوجت بدون اذن اوليائها؟ لماذا فعلت ذلك؟ ابوها لما جاب لها عريس ثاني جاب لها حد اللي بيسمعوا الاغاني بيرقصوا، لان والدها قلعها النقاب بالعافيه، والدها بالنسبه له الملتحي يبقى متشدد، وبالنسبه له المنتقب بقى تبقى. طب ممكن البنت تكلمني اسمع منها؟ طيب بعد اللايف. السلام عليكم. السلام عليكم شريف حسان، بارك الله فيك. مرحبا يا حمد خريبة، بارك الله فيك ابي عوف. السلام عليكم. اتفضل. الله يعزك. دلوقتي انا ربنا من عليا وبخرج زكاة مالي، تمام الحمد لله، بطلعها لاختي وهي طالبه، وابويا راجل يعني دخله بسيط. انت سالتني ثلاثه اسئله صح؟ او الله يعز حضرتك ويبارك في حضرتك. الله يكرمك. الاولان جائزان والثالث لا يجوز، خلاص. السؤال الاهم لا يجوز فيه، تمام. الثالث انت الله يبارك في حضرتك. شكرا، مع السلامه. يقول لقيت شنطة في الحرم فيها فلوس وأخذتها، ما كنتش أعرف أعمل ليه وليس فيها أي أوراق، ماذا ردها لأمانات الحرم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ بعد إذن حضرتك عاوزة أسأل سؤال. سلي. أنا أخويا في سن زواج وبيدور على عروس. الحمد لله. أنا قدامي عروسة تناسبه من جهة السن وكده، بس أنا خايفة أمشي في الموضوع أخد وزر أي مخالفات شرعية تحصل في فترة الخطوبة، خصوصا ان هو يعني للأسف هو مش ملتزم قوي، انا بنصحه كده، هو بيحاول يصلي وهكذا، بس هو مش بالالتزام المفروض يعني، وهي برضو نفس الوضع، وانا لو هو مش عايز واحدة ملتزمة، مش يعني، لا هو عايز النوعية التانية، فانا لو مشيت في الجوازة دي انا اخد وزر المخالفات الشرعية؟ لا ما فيش وزر ان شاء الله، بس خلينا نخلص منه ومنها، يتزوجوا في الحلال افضل، بس كلمي والدك يعجل له بالعقد. هو لسه مش متجوزه، احنا لسه هنخطبها. ايوه هتخطبوها، يعني اقصد ما يطولوش المده بين الخطوبه والعقد. تمام، يعني انا اجيبها له العروسه دي، معلش وزر كده. ما انت تقولي هي على شاكلته. صح؟ ايوه. بس عجلي ما فيش مشكله، ونوصي الوالدين انهم يخلصوا يعقدوا سريعا. طيب. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. شو مصطفى لو سمحت. اتفضل. بالنسبة لو أنا دلوقتي عايز أعمل عقيقة، تمام كده على ابني، بس طبعا في جمعيات تعمل مثلا في أماكن زي أفريقيا وكده، عادي ولا يجوز؟ عقيقتك في بلدك أفضل، حتى تزرع الشعيرة وتتأكد من وضعها في محلها، وتعطي فقراء أهل بلدك، وإلا فلو فعلت في بلدة أخرى جاز، والله أعلم. طب هذا يا شيخ يعني الأفضل أوزعها، ولا الأفضل يعني مثلا أعمل على أكل وكده؟ الأمر في ساعة، الملكية يرون أن لا يدعى لطعام العقيقة، لأنه لم يكن يدعى لها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني توزع على الفقراء، والشافعي أو الشافعية يرون أنها طعام، إن شئت جمعت لها الناس، وإن شئت أرسلت إلى بيوتهم، وهذا الرأي الأمثل، والله أعلم. جزاكم الله خير. أنت بسأل معلش يا شيخ آخر، إيه أفضل صدقة ممكن أعملها على الميت بعد إذنك؟ ما نستطيع أن نقول هناك أفضل صدقة، حديث أفضل الصدقة سقي الماء لا يثبت، والأمر يختلف باختلاف أحوال الناس. تمام، جزاكم الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا محمد أبو بيه. السلام عليكم.
أفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ مصطفى أنا دلوقتي يعني نفسي نعم أطلب علم. حضرتك أنا نفسي أطلب علم بس لما أجي أطلب مثلا أسأل شيخ يقول لي لازم الأول تتعلم علم العقيدة وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وحاجات كتير أوي لدرجة إن أنا بدأت أتعقد. والشيوخ اللي على النت دلوقتي مثلا يا دكتور حازم دكتور محمد الغليظ يعني ما مش متخصصين في حاجة معينة لازم أطلب العلم ده كله؟ لا الآن مثلا أنت يعني باختصار ما المطلوب منا؟ المطلوب منا قدر الجهد والاستطاعة أن نعرف ماذا يريد منا ربنا وماذا يريد منا نبينا، صح كده؟ أيوة صح. بس فأنا أنصحك ابدأ بحفظ القرآن أيوة. والقراءة في سنة الرسول عليه السلام في الأول بس أوه. عندك كتاب رياض الصالحين وعندك صحيح تفسير ابن كثير تقرأ فيهما أولا، وبعدين لو زرتنا إن شاء الله. أنت من أي البلاد يا حبيبي؟ أنا من محلة نشاق حتى بعد شربي. محلة نشاق إنجاق اللي بسموه إنجاق ولا غيرها؟ أيوة محلة إنجاق. أيوة زرنا زيارة نحن في أجا من سمنود قريبة منكم يعني ساعة إلا ربع الطريق الجديد. والله 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 هنجيب لك شوية كتب هدايا تمشيك لكن كلها قال الله قال رسوله بس. ما أنا بقول كده إن شاء الله أنا حتى دروس الجمعة يعني مثلا حتى خطبة الجمعة قال الله وقال الرسول وأمثلة وصحافة يعني الشيوخ حتى ما فيش عندنا هنا في البلد دروس دينية حتى يعني ما فيش أصل. أنت عندك شربين فيها في الشيخ سيد الجندي وفيها الشيخ فيها الشيخ مجدي الشيخ مجدي الحسيني. ماشي يا شيخ شكرا لحضرتك بس يعني وانا ان شاء الله عارف احفظ القران دلوقتي ايه ان شاء الله انا عندي احفظ اللي تقدر عليه من القران واقرا في كتاب رياض الصالحين في السنه وشويه شويه هتعرف ان شاء الله. ماشي الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ هو ال نعم معلش يا شيخ جبت سؤال نسيت اتذكر ان شاء الله احنا معك. آسف يا شيخ. لا حرج. مرحبا بك يا إبراهيم الدموسة وفقك الله لكل خير. تقول أقوم بتنظيف رجل مسن طايح الفراش لا يصلي هل آثم إن لم أنصحه أو ذكره؟ بالرغم طبعا وذكر فإن ذكرة تنفع المؤمنين. ذكره يا أخي الكريم يلزمك أنت تريد يدخل جهنم تتمسح له البول وتسيبه وما تمسح له العقيدة الفاسدة انصحوا لله بالحسنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الوقت عم الشيخ هل اللي هو الكيام ايه ان انا اقيم الصلاة كيام الصلاة هل هي فرض يعني مثلا لو علي صار فرض صلاة؟ لا 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 هي لا 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 مش واجبة لان لو ما قمش الصلاة فالصلاة صحيحة بل. ايوه لان الرسول قال في شأن صلاتنا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فأولها الله أكبر ما قبل الله أكبر ليس له صلة بإبطال الصلاة من عدمها. تمام. بالنسبة لمقولة السكت عن الحق شيطان أخرس حديث أم حكمة؟ ليست بحديث. تمام شكرا لكن قول الحق نافع طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم حضرتك أنا كنت نزلت نزل قلت إن كان عندي عمتي توفى زوجها الله فقلت يعني إن شاء الله يجي لي عقد عمل إن شاء الله وأديها منه 1000 ريال كل شهر. نعم تمام. السؤال هنا حاجتين. السؤال الأول أنا ما حددتش هنا مدة للنزل هل يستمر النذر حتى لو جاء عقد خلاف العقد يعني انا العقد الاولاني السنه الاولانيه اديتها النذر فيه هل يستمر النذر؟ ماذا قلت اللي بعد كده؟ ماذا قلت؟ قلت ان شاء الله يجي لي عقد واديها 1000 ريال كل شهر. 1000 ريال كل شهر؟ اه. وبعدين؟ خلاص رحت العقد وخلصت العقد. جالك العقد؟ اه. جه بعد كده عقد تاني. ايوه. ده سؤال. السؤال التاني أنا نظرت النذر على أن ليس لها عائل. عفوا نظرت النذر على أن ليس لها عائل وأن ليس لها أموال. اتضح لي بعد ذلك أن مثلا دخلت ابنها كلية ب 35000 جنيه في السنة.
مصادر أخرى. طيب. السؤال، هل أولا يلزم أن أنا أعطيها نفس النذر أم يجوز أن أنا أحول جزء من هذا النذر إلى غيرها؟ يعني كونها أدخلت ابنها كلية خاصة لعلها يعني اقترضت له لعلها يعني أنت علقت النذر على سأعطيها 1000 ريال ما دامت فقيرة ولا 1000 ريال مطلقا؟ لم أعلق بالقول، لكن نيتي أن هي أصبحت بلا عائل وأن أصبحت ظروفها صعبة، والألف ريال ده وحسبت الألف ريال ساعتها عشان يكون هو ده يحول بالمصري، يكون هو ده قيمة الإيه الاستهلاك الشهري ليها، يبقى أنا عالتها شهريا، من هنا جت قيمة الألف ريال. أخبرتها بذلك؟ لم أخبرها، لا لم أخبرها. طيب، في من أرحامك من هي أحوج؟ عمتي. أحوج منها؟ في من أرحامي من هو أحوج منها؟ بسأل سؤال يعني. في من أرحامي من هو، نعم. إذا لا بأس أن تنصف مثلا شيئا، تعطيها النصف وتعطي القريب الآخر النصف، وتكفر كفارة يمين أيضا. تكفر كفارة يمين، نعم. لازم يكون من الأقارب يا شيخ؟ أفضل، لأن الانتقال في النذر يكون من الأدنى إلى الأعلى، ليس من الأعلى للأدنى. يعني يكون في حالتنا هذه من المحتاجة إلى من هي أشد احتياجا. طيب إذا عندنا الأكثر احتياجا. خلاص توكل على الله. بس ما تشدش على خالتك كده يعني. أنت إيه اللي جرى لك يعني لما ودت ابنها كلية خاصة تحب إن الولد. لا والله أبدا، أنا بس لما جاتني حالة أخرى مثلا مسؤول عائلها وظروفها أصعب بكثير. لا في مشكلة، بس شكلك عنيف على خالتك. لا والله أبدا، والله أبدا. طيب الحمد لله، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه ازيك شيخ. بقول لحضرتك كنت عايز اسأل، انا دلوقتي قدامي وظيفة في البنك في بلدي، وقدامي وظيفة تاني بس بعيد عن بلدي، وانا معايا امي واختي ويتيم الاب. تكلم سلام. هل اقبل بوظيفة البنك ولا الافضل اني اطلع يعني اتقي الشبهات واروح الوظيفة التانية حتى لو بعيد في محافظة تانية؟ طيب ما دمت انت عرفت انها شبهات على الاقل اتقها واذهب الى الوظيفة الثانية، ربنا لن يضيعك. تمام، شكرا. الله يسلمك، بارك الله فيك يا ام فهمي عويضة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤالين، بس السؤال الأول بالنسبة للكفارة اليمين المنعقدة، طبعا هي جاءت بالترتيب، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فبالنسبة هنا لماذا قدم الله عز وجل إطعام المسكين عن الكسوة؟ لأن الكسوة يعني برضو هي أغلى شوية، يعني أغلى من إطعام المساكين، فلماذا قدم الله عز وجل إطعام المسكين عن الكسوة؟ الله يفعل ما يشاء، لكن التماس فهم أقول وبالله تعالى التوفيق، لأن الكسوة، لأن الإطعام هو غالب أحوال الناس، فقدم غالب أحوال الناس، قدم الشيء المنتشر، لا يتجه إلى الكسوة أو العتق الرقبة إلا الأثرياء، فكان الخطاب لأكثر الناس. السؤال الثاني، تفهمت الاول؟ فهمت الشيخ. طبعا هو بالنسبه للكسوه اللي هو الناس اللي يعني الاثرياء اللي يستطيعون يعني ينفقوا الكسوه طعام يعني. السؤال الثاني هو طبعا المعروف انه لو استلفت مبلغ مثلا 1000 جنيه او 2000 من حد، طبعا لازم ارد نفس المبلغ والا هيكون ربا لو كان ازيد من كده. لا، ممكن ترد بدون شرط منه. بدون شرط. طيب لو مثلا قال كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجئت اتقاضى فقضاني وزادني. السؤال ليس هنا، السؤال هنا اذا انا في شركات المحمول غالبا حينما ينتهي الرصيد فيقول لك يعني الرساله يمكن ان يعني نسلفك. هذه سلعه تباع، هذه سلعه. سلعه ليس فيها شيء يعني ربطها بثلاثة ونصف يعني. ليست قرض مالي. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم السلام. بارك الله فيك يا هبة بنت رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ، اللمس كتب التفسير غير وضوء، بس ألمس بقى لفظ الجلالة اللي في كتب التفسير. لا بأس بلمسها على غير وضوء. لفظ الجلالة نفسه.
نعم حتى لفظ الدلالة أو الآيات اللي تبقى مكتوبة في نص التفسير. لا بأس، الرسول أرسل رسالة إلى هرقل قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإنت وليت فإن عليك إثم الإريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الآية ما دام مش مصحف نفسه خلاص، والمصحف فيه خلاف أيضا، بس التفسير ما فيهوش خلاف إن شاء الله. جائز، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. طمنا على حضرتك. الحمد لله بخير، الحمد لله بخير. انا معدل حضرتك، عندي سؤالين بس هسألهم وهسيب لحضرتك التوضيح. انا الحمد لله ربنا اكرمني وهداني للصلاة، وبعد ان كنت غير ملتزم فيها او غير منتظم اصبحت لا اترك الحمد لله فرض واحد في المسجد. بالنسبة للفروض اللي انا تركتها قبل كده، عليك ده دين علي. أيوه. لازم يسدد. نعم، لكن يسدد على الطريقة المتيسرة لك. زي على راحتك يعني، مثلا لو انا فرضا 5 سنوات مثلا، لا اقول يعني افهم، كل فرض 5 مرات يا اخي صلي على الوجه المتيسر لك، ان شئت مع كل صلاة صلاة، إن شئت جمعت صلاة يوم واحد في يوم واحد، إن شئت جمعت صلاة يومين في يوم، من على المتيسر لك. تمام، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عزة بنت فتح. ليه ما تكتبيش عزة بنت فتح؟ أنت زعلانة من فتحي ولا إيه يا بنتي؟ هو أبوكي برضه عزة بنت فتح. ومريم ابنة عمران، محمد ابن عبد الله، زينب بنت جحش، عائشة بنت أبي بكر، وأنت زينب بنت فتح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله يا شيخ. الحمد لله بخير. كنت عايز اسأل حضرتك سؤال بس. دلوقتي لو واحد عايز يبني بيت، ودلوقتي المباني عشان يروح المجلس او الحاجة الخاصة بالمجلس المحلي وكده، يدفع مثلا 10,000 جنيه او مبلغ. فراح لواحد من الموظفين هناك وخلاه يجي يقف معاه، بحيث ان الموظف ده يقول له ده الناس، يقول لاي حد جاي الناس دي تبعي قريبي، وهيديله مثلا 500 جنيه بدل ما يدفع الألف. هو سياخذ حقه او ياخذ شيء ليس من حقه؟ نعم، هو سياخذ حقه او ياخذ شيء ليس من حقه. هو عايز يبني دور، عايز يبني دور مخالف. لا، ما هو السؤال في ان الموظف ده اللي هو بيعمله كده صح ولا لا؟ لا، ما انا بسألك سؤال، اذا كان يعمل حاجة صح ولكن خايف من ناس متعبين يجوا يعطلوا له عمله، فجاب موظف ويرضيه لا بأس لانه ياخذ حقه، لكن اذا كان لا ياخذ حقه لا يجوز. هو طب معلش ثانية، هل اللي هو بيبني البيت، يعني افرض انت الان تريد ان تبني في ارض زراعيه مثلا، هل بيبني مخالف؟ يعني بقول لك انت لازم تفهم بسرعه، ما تكون متحجرش مخك يا حبيبي. معلش انا بقول لك الان، افرض انك تريد البناء في ارض زراعيه، والبناء في الارض الزراعيه ممنوع، فجبت واحد موظف يقف بجوارك عند البناء حتى يصرف الموظفين زملائه يرشيهم او اي حاجه، حرام كده لا يجوز. اقصد كده انا كسبت. هو مفيش بنا يعني مفيش تصريح بالبنا دلوقتي، فهيجيب موظف وعشان ما حدش يتكلم معاه ويديله حاجه. يا حبيبي اختصارا، اذا كنت تاخذ حقك لا باس، تاخذ شيء ليس من حقك لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني افرض انت الان عادل عبد الستار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. لو سمحت، لو جوزي كان عامل وديعة،
واخد مال اخد الفوائد بتاعه الوديعه وعمل بها مشروع، ما حكم الانفاق من مال هذا المشروع او حكم الموضوع ايه؟ عليه اسم اخذ القرض الربوي وما تولد من ربح نتيجه هذا ان شاء الله، نسال الله لا يؤاخذ عليه. طب يا شيخ، هو اصلا مش يعني مش معترف ان ده ربا، هو ماشي في مشروع، انا بسال حكمي انا لو هو اداني فلوس من المشروع ده انفق عليها على البيت، انا عليا وزر ولا ما ينفعش ان انا اخد منه؟ هو ليه معايش واحنا بيصرف على البيت من المعايش؟ قدمي النصيحه ولا اسم عليك بعد ذلك. انا فعلا نصحته من بدري وقلت له ان خلاص انتهى الكلام. بارك الله فيك يا عادل عبد الستار. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله دايما يا عم الشيخ، والله بكلم حضرتك من امبارح الحمد لله ان حضرتك قلت. اتفضل يا حبيبي. عندي سؤال يا عم الشيخ في سورة الواقعة. لما ربنا قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. طيب. هل السابقون دول اللي هم اللي بيسبقوا في الخيرات يعني، ولا السابقون دول اللي هم الامم الماضيه؟ لا، السابقون في الخيرات اللي هم السابقون في الخيرات. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. تمام. طب هل دول بقى اللي هو ربنا قال عنهم لهم البشرى في الحياه الدنيا؟ منهم بارد يعني. منهم تمام يا عم الشيخ. ماشي. دلوقتي انا كنت ايه في سؤال كمان يعني عايز اساله. سؤال اخر او سؤال كمان؟ سؤال اخر ان شاء الله. احسن من كمان يعني. اتفضل حبيبي. كنت بصلي الظهر او العصر مش فاكر يعني، بس كانت صلاه سريه يا جماعه، وكنت بصلي يعني خلاص خلصت الفاتحه وصلت في سوره، كنت بقرا سوره النازعات، ومره واحده لقيت نفسي ايه في المرسلات رحت يعني، فايه وقفت الصلاه يعني، وقفت قراءه ودخلت بقى في سوره عبسه، فقال كده صلاتي صحيحة ولا ايه؟ صحيحة. صحيحة ان شاء الله. ماشي. تقريبا يا عم الشيخ بالله عليك عشان عندي امتحان بكرة. الله يباركك. امتحان ايه بقى يا حبيبي؟ نعم؟ امتحان ايه؟ امتحان في مادة في كلية التمريض، اسمه مادة اسمها بروبلم سولفنج. ناوي تغش ولا ناوي تجاوب كده كويس؟ لا والله ما عندناش غش والله يا عم الشيخ خالص. الحمد لله. الحمد لله. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخنا؟ طيب لله الحمد. الحمد لله رب العالمين. شكرا لك في الله والله. احبك الله الذي احبتنا له. الله يخليك. ليه عند حضرتك سؤالين معلش انا اسف. سؤال يا الحبيب. الله يكرمك. انا الحمد لله يعني عندي مال وبطلع زكاه مالي باستمرار الحمد لله. بطلع هنا في قريتي جزء، بس ساعات بلاقي بعض الحاجات كده، بس طبعا من الشيوخ الموثوق بيها يعني، بعض اصحاب الموثوق منهم فكوا في محافظه ثانيه في المنصوره في كذا، فبينزل بعض الحالات اللي هي فعلا بيبقى موضوع يعني حالات تعامله ماديه او كده، فهل لي ان انا اخرجها خارج بقى؟ يعني كلامك كتير، كان السؤال هل يجوز اخراج الزكاه خارج بلده الشخص؟ نعم. اكثر راي العلماء القائلين بالجواز. لقول الله عفوا لقول النبي تؤخذ من غنيم فترد على فقيرهم، وان كان هذا الدليل يصلح للفريقين، لكن عموما انما الصدقات للفقراء بصفه عامه، لم يقيد بفقراء بلدتك. تمام. فاذا كانت حالات في بلدتك احوجهم اولى اهل بلدك والاقربون منك، اذا كانت حاجات الاخرين في بلاد اخر احوج حيث الحاجه. الله يكرمك. جزاك الله خير. طب حاجه ثانيه معلش، نفسي ازور حضرتك ان شاء الله باذن الله، يعني عاوز اعرف الموعد او اليوم اللي ممكن اجي لحضرتك فيه وتبقى حضرتك يعني ان شاء الله باذن الله يعني ان انا ازور حضرتك يعني، او ازور في المسجد او اسمع حديث حضرتك في موجود يوم الاحد ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء والخميس، بس انتبه للاربعاء احيانا تكون كمان الشرطه واقفه تاخذك يوم ولا حاجه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل الله يحفظك. لو سمحت يا شيخنا سؤال عسكري يا سعيد. ها؟ انا دلوقتي اخواتي في المملكه وبعتوا لي زياره عائليه. ايه. التقسيمه مش مكتوبه على عمره، وانا موظف حكومي
فلما جيت اعمل الاجازه رفضوا طبعا في الوقت ده عشان مفيش اجازات بتطلع، وقالوا ان هي الوجوبيه هي الاجازه العمره فقط. قالوا ايه عفوا؟ ولكن الاجازه الوجوبيه اللي تتنفذ على طول اللي هي تكون عمره مباشره. طيب. اما الزياره مفيش الايام دي. فانا حد اقترح علي اعمل اجازه مرضي. لا اعمل خلالها اعمل عمره. لا استطيع ان افتيك بالتزوير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ مصطفى اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك، نحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يبارك في حضرتك. بعد اذنك يا شيخ مصطفى، انا طالب في كليه الطب، ويعني عملت غلطه كده ان انا ايه، انا غشيت الصراحه. بس انا دلوقتي انا السنه خمسة، تمام؟ يعني قعدت 3 سنين ونص تغش. دول لا 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 3 سنين ونص من غير غش. لكن حصل بقى نص سنه، احنا عندنا نظام ترمات، يعني ترم بقى حصل فيه مشكله الغش ده، ولسه كمان فاضل سنه يعني اخيره. فايه حكم الشهاده دي يا شيخ؟ ان شاء الله بعد يعني لما اتخرج هتغش برضه في اللي جاي ولا مش هتغش في اللي جاي؟ لا يعني اصل هو كده حصل غش خلاص في الترم اللي فات، فالحكم ايه بقى حتى لو انا سواء غشيت في اللي جاي او ما غشيتش، كده كده الغش حصل، فايه الحكم بقى حضرتك؟ خلاص تقوى في مهنة الطب، وإذا تقلدت منصب طبيب الذي تعرفه تقضي به، والذي لا تعرفه لا تقضي به. تمام. وان شاء الله ما فيش بالنسبه ان انا الشيخ الشهاده هكسب منها فلوس بعد كده، مفيش مشكله، بتصدق شويه نعمل ايه، انت غشيت خلاص. طب نصيحه لزوجي ان يكرر السفر الاسبوع اكثر من غير اخبار الزوجه. اخبر زوجتك يا رجل، اخبرها، خيركم خيركم لاهله، لا تكن جلفا جافيا. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ، انا اختي عندها مشكلة. جوزها من ساعة ما اتجوزها على طول بيحلف عليها بالطلاق بالطلاق بالطلاق. ماذا يقول في حالفه؟ اي حاجه يعني، مثلا ما تروحيش عند امك على الطلاق بالثلاثه، ما تروحي عند امك. يعني اخر مشكله ان بنتها خرجت ومش عايز يدخلها الامتحانات، فيها في ثالثه ثانوي. قال لها لو بنتك دخلت الامتحانات اللي هي بنته هتكوني طالق، ودي اخر سنه لها في الثانويه، والبنت عندها حاله اكتئاب فوق ما يعني فظيعه. يكفر عن يمينه يعني، ويترك البنت تذهب للامتحان. يعني ما تروحش الامتحان؟ لا انت تفهمي، تروح ويكفر عن يمينه. مش راضي خالص، واختي قالت انا هتطلق وبنتي تخش الامتحان. ايه الحكم في كده يعني؟ احنا نعمل ايه؟ ونعمل ما قلت لك، اذا هو اراد ان يرجع. لا هو مش راضي، مش راضي خالص يرجع. طب مخه هو كده اعمل ايه في عقليته؟ كلموا ناس طيبين يفهموه. والله يا شيخ ما راضي يفهم، واختي تعبت يعني، نفسيتها تعبت خالص، وهي واقفه على الطلاق. قالت هتطلق وبنتي تدخل الامتحان عشان ما اضيعش مستقبلها كده. اختي كده هتخرب البيت ولا ايه بالظبط؟ اتطلقت كم مره قبل كده؟ كتير كتير. اتطلقت يعني كتير؟ لا هو على طول كتير، وهي يعني واليمين يقع ويكفر، ويعني اختي تعبت. قال لها انت طالق كم مره؟ انت طالق صريح؟ هو ما قالهاش يعني، هي طلقت، هي فاضل طلقه واحده. الله يستر، يعني اذا اتطلقت مش راجعه دلوقتي. يعني هو هي اتطلقت مرتين، وهي دي فاضل اخر طلقه بس. هي تعبت، قالت لا انا مش هعيش معاه، واحنا عمالين نهدي فيها، وهو مش راضي يرجع اللي هو فيه. وبنتها يعني ممكن يجرى لها حاجه لو ما دخلتش الامتحان. ما هو صح، البنت هتتعب، كل زميلاتها يدخلوا الامتحان وهي ترسل. يعني انا عايزاك توجه له حتى رساله كده يعني. هو سمعني؟ يعني مباشر يعني مباشره كده توجه له رساله، اللي هي بنته بس. البنت هتروح. ايوه هتقولي. هو مش موجود، هو مسافر السعوديه، واحنا ومراته هنا في القاهرة وهو في السعودية. اسمه ايه ولا مش اسمه؟ ايه؟ محمد. يا محمد. اسمه محمد، محمد عودة. الأخ محمد عودة حفظه الله تعالى،
يخلي بينها ابنتي وبين دخولها الامتحان، يتركها تدخل الامتحان، وكفر عن يمينك يا محمد، لا تكن شؤما على أهل بيتك ولا تكن عذابا على أهل بيتك يا محمد ابن عودة، يا من أنت في السعودية وحلفت على زوجتك، كفر عن يمينك ولن يحصى الطلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخنا؟ طيب ولله الحمد. اللهم لك الحمد. بقول لك يا شيخنا. اتفضل. جزاك الله خيرا. وياك يا حبيبي. حضرتك انا جالي رؤية. لا احلام، ليس عندنا هنا احلام. طيب جزاك الله خيرا. حضرتك دلوقتي انا بصلي صلاة العشاء الساعة 10:30 بأخرها عمدا، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لكن تترك الجماعة؟ لا تترك الجماعة. لا أترك الجماعة. أي. ففيها إثم يا شيخنا؟ والله الظاهر كده، يعني اختار رأي القائل بأنك لا تتعمد ترك الجماعة. بارك الله فيك. جزاك الله. مرحبا شيخ محمود العزبي، وأهلا وسهلا، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام. كيف حالكم يا شيخ؟ لله الحمد بخير. أحبكم في الله، جزاكم عنا عن الإسلام خيرا يا رب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ أنا مقيم بفرنسا ولي أطفال في المدرسة، يعني هل لي أن أختار لهم وجبة بدون لحم؟ لك ذلك، إذا كان اللحم لحم خنزير أو لحم غير مزكاة لك ذلك. هو مش لحم خنزير يعني، هو لحم خروف أو لحم دجاج، لكن أنا في غير مزكاة يعني، غير مزكاة. غير مزكى ولا ايه؟ اظن ذلك، فهم يعني من اهل الكتاب. هو الاصل في اللحوم اهل الكتاب الحل، لكن هل زكيت الذبيحه او قتلت يعني؟ لا نعلم ذلك يا شيخ. الغالب اللي انت سمعته اذا كنت انت يعني اسال اذا كانت تزكى وهم اهل كتاب كل منها واطعم ولدك، اذا كانت تموت صعقا او تموت وقيدا فلا. بارك الله فيك يا صباح، بارك الله فيك يا رباب. السلام عليكم ورحمة الله. محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. شيخ حبيب، أطول الله عمرك في طاعته وأنت والسامعين والسامعات يا رب. شيخنا الإمام أتى بركعة زائدة، طيب هل ما الفتاة ركعة يحسبها ولا يجيب ركعة جديدة؟ لا يحسبها أخرى. لأنه يبني على صلاة نفسه. والزيادة ده ما تتحسبش. لا الزيادة قلت لك يحسبها، يعني أنت جئت والإمام في الركعة الثانية، الإمام صلى ثلاثة وقام يأتي برابعة خطأ، أتى بالرابعة، حسبها الرابعة لك، تبنى على صلاتك ليس على صلاة إمامك. نعم جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. الله يغفر لك. رب عزتكم خير. وانت طيب؟ بعد اذنك يا شيخ مصطفى، انا اعمل كمسوق الكتروني. تمام. تعمل ايه؟ كمسوق الكتروني. كمسوق الكتروني. لماذا يا مسوق؟ لشركه تبيع غسول للجسم. تبيع ايه؟ لشركه تبيع غسول للجسم. غسول للجسم. مظبوط. على الانترنت يعني. ايه. المنتج ده بيستخدم عند الاستحمام زي منتجات العنايه بالجسم وما شابه. طيب. ولكن غسول الجسم ده يحتوي على رائحه معطره نفاذه. طيب. تمام. فنص المشترين للغسول ده من الرجال والنصف الاخر من المشتريات من السيدات. ليس عليك إيه. الشركه بتبيع الغسول ده في امريكا وكل المشترين من دول اوروبا وامريكا وهكذا. فالسيدات بيخرجوا عادي بعد الاستحمام من الخارج والاحتراقات ده. ما عليك انت مشكله فيها. هنغسل بالصابون. والصابون له رائحه لكن في النهايه بتزيل اثر الصابون. بس ده اثر مش بيروح. ليس عليك اسم يا حبيبي. ماشي. حتى لو بره في امريكا. شكرا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ انا كنت بكلم حضرتك من شوية بس والله من يعني حضرتك رديت كده الاسئلة راحت من دماغي، ففي عندي سؤالين كده عايز اسألهم كمان. اسأل الله يحفظك. دلوقتي ايه، انا دلوقتي ساعات ببقى مش متوضي ووالدتي مثلا تيجي تطلب مني ان انا ايه اسمع لها او
ان انا مثلا المصحف في مكان عايز انقله، فهل يجوز ولا لازم اتفضل؟ اختار القول بالجواز يعني عادي. عادي. والآية الكريمة لا يمسه الا المطهرون اختار فيها قول العلماء القائلين بان لا يمسه عائد على اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. استدل مالك لذلك بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر وهم الملائكة، حديث لا يمس القرآن إلا طائر ضعيف على الراجح. طيب الحمد لله، تسلم يا عم الشيخ. الله يسلمك. سؤال بقى خلاص راحت، معلش آسف رغم عني. الله تامر بن رفعت بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. نعم يا أخي الكريم. كنت أريد أن أسأل الشيخ سؤال. سل. نعم. سل. ما حكم تشغيل القرآن أثناء النوم؟ لا مانع. نعم. لا مانع. لا مانع. تمام. أين؟ جزاك الله خير يا تامر، حفظك الله محمد رب الإسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. شيخنا. نعم. سأل حضرتك سؤال معلش. سل. طب عليك يا شيخنا. تفضل. ماذا عندك؟ شيخنا يجوز يا شيخنا ان انا يعني زوجتي لو حضرتك انا ما بحبش ان هي تسمع شيوخ رجالة. تسمع. يجوز يا شيخنا؟ تسمع ولا تشوف؟ لا تسمع يا شيخنا. ما بتحبش يعني تسمع اي حد يعني الشيوخ رجال؟ انا مش بحب كده يعني، انا ما بتحب يعني بحس ان في غيرة من حاجة كده في مجرد السماع. سماع. هل انا غلط كده يا شيخنا او انا كده غلط؟ طبعا شديد، لان زوجتك يعني افضل او زوجات رسول الله؟ طبعا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت اغير ام رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العزة قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فالنساء سيسمعوا كلام الرجال. نساء رسول الله سيسمعن كلام الرجال. طيب هذا السؤال يا شيخنا. طيب اصبر اصبر بس، لكن عشان نقضي على الآفة اللي في وسوستك هذه، يعني سيدنا موسى عليه السلام كلم النساء ولا ما كلمهن؟ كلمهم. شكرا. طيب سمعنا يعني المرأة سمعت موسى صلى الله عليه وسلم. وانت افضل ولا ابوها؟ ابوك الرجل صالح يعني، انت الافضل ولا ابوها؟ لا طبعا ابوها. ابوها ايضا. في هذا الصدد جاءت اسماء بنت عميس رضي الله عنها، رضي الله عنها، وكانت من مهاجرة الحبشة، هي مسلمة لكن كانت زوجة جعفر رضي الله عنه، وجاءت الى عمر رضي الله عنه في خلافته، فلها طلب. قال من هذه؟ قالوا أسماء بنت عميس. قال البحرية هذه؟ الحبشية هذه؟ قالت نعم. قال عمر سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قالت لا والله ما سبقتمونا بالهجرة، قد كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة، والله لستم بخير منا ولا أذهبن إلى رسول الله أحكي أقص عليه ما ذكرت. فذهبت أسماء بنت عميس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكت له ما قال عمر، فقال الرسول لأسماء ليس هو بأفضل منكم، بل أنتم أهل الحبشة لكم هجرتان ولهم هجرة واحدة. ففرحت بذلك، وكان كل مهاجرة الحبشة يأتون من رجال يسألونها عن هذا الحديث. فأنت يعني رجل الله يصبر زوجتك عليك ويهديك. فآخر سؤال طيب يا شيخنا بس تسمحك بس فيه، هو سؤال يعني الناس كتير من مثلا أنا شغال سباك وحضرتك عندنا انت بقى اسمع شغلينة. سباك اسمع يا سباك اسمع اسمع انت بتروح تسبك في بيوت الناس تسمع كلام النساء ويسمعوا كلامك ولا ما يكلموكش؟
لا بيكلموني يا شيخنا. بيكلموك وانت بتسمع مبسوط اخر المصاد وقال زوجتك تمنعهم الكلام. شيخنا الله يستر الموضوع بيبقى يعني اللي هو كاستماع حاجه وان انا ابقى معجب بصوته ان هي تبقى معجب يعني بصوت الشخص حاجه. انت جمال يعني. انا اكلمها حاجه او ان انا اكلم الزبون حاجه ثانيه يعني الزبون مش بتسمعني ان هي معجبه بصوتي. انت جماد ولا بشر؟ جماد ولا بشر؟ بشر يا شيخنا. بشر يجري فيك ما يجري بالبشر من غير قول اربى من الرجال. نعم. ها؟ جزاك الله خير يا شيخنا. ده السؤال الاخير معلش عشان في ناس كتير من السباكين يعني ممكن يتحرجوا او بيفكروا حلال على كده. في الشركات عندنا حضرتك في عارف السؤال يا حبيبي بتاخدوا عموله من الشركات تبعت تبعت الزبون ويعمل حسابك من اللي بعتك السباك زيد. لا 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 مش كده يا شيخنا. ده الشركة يا شيخنا نفسها الشركة نفسها يعني انا ماليش دعوة اللي هو ايه مثلا الزبون دخل قال انا عايز والله مثلا في شركة اسمها شركة روكا او شركة نصار او شركات معينة في السباكة من غير مسميات. ايه وبعدين؟ بتدي بونص للسباك ملوش دعوة اساسا صاحب المحل ما دام ملوش دعوة. بتدي بونص ممكن 15% على البضاعة كلام من ده. ده مش بمزاج لا ده الشركة اللي بتداني يعني الشركة لما بتيجي بقدم معينة اللي هو كبس عشان اجي ادي ضمان الشركة. الشركة لما بتيجي بتديني حسابي يعني الزبون ملوش دعوة بالموضوع ده. طب في سؤال انا وساعات انا بعرف الزبون ان الشركة ديت والله حضرتك اشتري من الشركة ديت الشركة اللي بتدينا بونص. قال لي يا عم سامحك خلاص اذا قال انا مسامحك انتهت المشكلة الحمد لله. طيب لو يا شيخنا ما عرفش عرف. طب في ناس تقول انا ما اعرفش عشان ده حلالي. طب في سؤال لا ما هو الاسم ما كان الاسم ما حكى في الصدر وكريت ان يطلع عليه الناس. ايه اسم كده يا شيخنا ان هو لو هو ما حبيتش ان انا اقول له كده ده كده اسم عليا صح؟ في جزئية انت بتذهب الى الشركة التي تعطيك بوانس لكن لو ما بتعطيكش بوانس ممكن تكون هو يذهب لاي شركه اخرى ويجيب بسعر اقل. ما كله بيدي بونص يا شيخنا بس في شركات بتدي بونص قليل في شركات بتدي بونص كتير. الشركات الرخيصه بتدي بونص كتير الشركات الغاليه اللي هي على مستوى مصر والكلام من ده بتدي بونص قليل. لما بيجي يشتري بسعر رخيص انا مش ذنبي انا لو بيشتري كده هو كده بيديني بونص. البونص ده مش المفروض من حق المشتري. مش من حق المشتري من حق السباك اللي هو من حق المشتري يا حبيبي المفروض تعمل لي بوانص من حق انا اللي بشتري. هل انت جزرست في بيتي الشركه شروطها ان تدي لي السباك مش من الزبون وصاحب المحل ما يقدرش ان هو يخصم للزبون. طيب والله انا ساسال غيرك وجزاك الله خير يا شيخنا اتمنى تجاوب علي على السؤال ده عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حضرتك يا شيخي. الحمد لله. حضرتك دلوقتي مثلا من يقول ان البخاري ليس حجة ويضعف في السنة ويقول ليس فيها حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ ببعض آيات القرآن. ويعتبر انه مسلم يعني. هذا محارب للسنة. يعني محارب للسنة يعتبر مسلم يا شيخ ولا لا؟ مسلم لكن بس محارب للسنة. محارب للسنة. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق.
اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربي من الحول بعد الكور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا رب نجعل في قلوبنا نورا، في ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا، في أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. نعوذ بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم من علينا بواسع مغفرتك وبالتوبة النصوح إليك يا رب العالمين، وبالرزق الحلال الواسع، وبصلاحنا وصلاح أزواجنا وصلاح ذرياتنا يا رب العالمين. ومن علينا بأن تجندنا لنصرة هذا الدين القيم، وتجعلنا دعاة إليك على بصيرة يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، فرج يا رب كرب مكروبهم وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا، واصلح أعمالنا وأخلص نوايانا، واصل سقائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم يا ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.